السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الزيتون المشرمل. اول حاجة غادي نبداو بها اولا اول خطوة، من بعد ما كنحيدو الزيتون ديالنا من الشجرة كنقيوه وكنغسلوه مزيان وكندوزو كنهرسوه بين جوج حجرات اولا كنديروه في بلاستيكة وكنضربوه بشي مطرقة حتى كيتهرس الزيتون ديالنا اولا كيتفرشخ كما كنقولوا حنا بالمصطلح ديالنا، ومن بعد كنديروه في واحد الانيه وكنعمروا عليها الماء حتى كيتغطى لينا داك الزيتون، وهذا الزيتون كنسدو عليه وكنبقاو نبدلوا له داك الماء كل 24 ساعه، يعني كل صباح اولا كل عشيه كنبقاو نبدلوا له داك الماء لمده ديال 10 ايام حتى ل 15 يوم حتى كيولي الزيتون ديالنا يعني حلو. يعني ملي كدوز هذه المده كتذوقوا واحد الحبه ديال الزيتون الا لقيتوها حلات صافي كيولي جاهز لهذه المرحله هذه اللي غادي نشرملوه فيها. وغادي نحتاج في الشرموله ديال الزيتون الجزر والشيفلور اللي درتهم في مطايب طلعت عليهم الغليه غير واحد جوج دقائق، ومن بعد صفيتهم من داك الماء، ولكن الماء ديالهم احتفظت به غادي نحتاجه من بعد. عندي هنا واحد الكميه ديال الخضر كما كتشوفوا معايا، وعندي كذلك حامضه وحده مقطعه قطع صغيره، عندي هنا جوج دروس ديال الثومه محكوكين، وعندي واحد ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه اللي خليتهم صاينين، وعندي كذلك جوج فلفلات صغارين وحارين يعني الحار قطعتها دوائر على هذا الشكل هذا، وتعمدت ناخذهم يعني في الالوان باش هكا كيجي الزيتون ديالنا عاطي العين. وغادي نزيد كذلك ثلاثه المعالق كبار ديال الربع المعدنوس فقط، وغادي نزيد كذلك معلقه كبيره ديال الهريسه، بالنسبه للتوابل غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الملحه، ووحده صغيره ديال البابريكا او التحميره، وكذلك معلقه صغيره ديال الزعتر. وكملاحظه بالنسبه للكميه ديال الخضر اللي ضفت فهي كتبقى على حسب الرغبه وكذلك على حسب الكميه ديال الزيتون اللي عندكم، كما يمكن لكم تستغناو عليها في مره الا ما كنتوش كتبغيو الخضر في الزيتون. وهنايا المكون الاخير في الشرموله ديالي هو الحامض اولا عصير ديال الحامض، احتاجي نص كاس. ودابا غادي ندوز لاهم مرحله، غادي نخلط هاد المكونات اللي عندي كامله مزيان، ويعني يستحسن انكم تدخلوا يديكم باش هكا داك المكونات اولا داك النكهات وداك التوابل كاملين اللي ضفنا كيدخلوا لنا مع الزيتون وكيتشربهم مزيان. ومن بعد ما شرملت الزيتون درته في واحد الجبانه اولا اناء اللي كيكون يعني محكم الاغلاق، وغادي نضيف عليه الماء. هنا الماء فاش سلقت الجزر والشفلور احتفظت به درته في هذاك البانيو اللي درت فيه الشرموله باش هكا غسلته من داك النكهات اللي بقاو فيه. وغادي نزيد الماء من الصنبور المعادي، غير هو داك الماء كنضيفه له الملحه لانها كتكون بمثابه ماده حافظه باش ما يضيعش لينا الزيتون الا كنا غادي نحتفظوا به مده طويله اولا الا كنا دايرين يعني كميه كبيره ديال الزيتون. والا كنت وصلتوا لهاد النقطه هذه في المشاهده ديال الفيديو غادي تعرفوا بانني درت الملحه على جوج مرات، لذلك كنطلب منكم يعني تردوا بالكم في القياس ديال الملحه. وهنايا يعني الزيتون ديالي كما كتشوفوا غطيته بالماء، يعني جا مغطي بالماء. واخر مكون غادي نضيفوه هو واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، تقدروا ديروا حتى زيت المائده حتى هي كتكون بمثابه عازل لذاك الزيتون هذا باش هكا ما كيخسرش لينا وما كيديرناش داك القشره من الفوق وحتى الغموليه ما كيغملش. وانا الى هنا كنكون وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الطريقه ديالي في التشرميل ديال الزيتون تكون عجبتكم. دائما احبابي ما تنساونيش من لايك الفيديو اللي عجبكم وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم على المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.